جاي لك النهارده وانا متنكر وشايل الدقن عشان فيفا ما تعرفناش، وحظنا يبقى نار زي حظ امبارح والله العظيم. بس اهم حاجه تعمل لايك الجميل والاشتراك الاجمل لو انت لسه جديد. قربنا خلاص يا جدعان نوصل ل 200,000 مشترك، مبوي اللي انا بحبه. فاضل لنا يا جدعان حاجات خفيفه كده وبسيطه ونوصل ل 185,000. لو انت لسه جديد اعمل لايك اعمل اشتراك، وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده يلا بينا يا جدعان ليتس جو نشوف الحظ بتاعنا. واول حاجه نعملها هنخش على السوق على طول نقفلهم 600 مليون. انت ايه ده طلبين؟ حلو قوي ماشي. بنزيما تم البيع بقى معانا 600. مين تاني اللي اتباع؟ يا لهوي الواد كوناتا يا جدعان 106. حلو قوي حلو كمان 12 مليون 620 مليون يا جدعان. ودلوقتي اقدر اكملهم مليار. الو الو انا ماشي دلوقتي اقدر اكملهم مليار يا جدعان، مليار و100 عشان معانا بيرلو. بنزيما بقى بيتباع ب 503 مليون. انت مستوعب؟ انت مستوعب والله العظيم. وبيرلو كمان ب 100 مليون 106. يعني انت بتتكلم في مليار و100 مليون. يلا بينا يا جدعان نخش على حدث الالوان. اه اسمه كده حدث الالوان والله مش انا تمام. بس انا عندي يعني في سؤال راودني كده يا جدعان. هو اهو ده مهرجان الالوان تمام. بما ان انا حظ حلو في مهرجان الالوان معنى كده ان انا ايه صح؟ اوعى انا مش الوان ها، بس انا حظ حلو في الالوان تمام. هي بتفرق عشان بس ما تفكرش ابو عادل بقى. بص يا حبيب قلب اخوك نفتح الفتحه المجانيه، والفتحه المجانيه يعني اي حاجه ببلاش حلوه. يلا بينا. وطبعا عايز اقول لك على حاجه، لو انت حابب تشحن اوبا حلو قوي يا جدعان الحظ شكله ايه نار. انا بحب انا عنصر نقل التدريب جميل قوي جميل. ولو انت حابب تشحن تصريح النجم تشحن العرض المحدود ده اي حاجه في فيفا، انا سايب لك في اول كومنت مثبت رابط ده رقم الواتساب بتاعي يا جدعان، ده المتجر بتاعي بارخص سعر في مصر وخصومات وعروض ضرب نار. خش يابا ومتع نفسك وبتاخد لعيبه كمان يا جدع. يلا بينا اخر فتحه معانا. عملت اللايك عملت الاشتراك لك روح. يلا يا جدعان اخر فتحه ان شاء الله الحظ يبقى حلو ان شاء الله الحظ يبقى حلو. ايوه يا خرابي برازيل بقى اسبانيا كمان شابي الونسو بيقول يا خرابي. ان شاء الله بنزيما مع بيول ان شاء الله عشان الباكه دي ما تروحش هدر. ان شاء الله بنزيما مع بيول جيمس مع بيول. يا خراب يا لهوي. طب حظ امبارح ايه؟ طيب حظ امبارح كان ايه؟ خلصنا الايفنت اختفى يا جدعان والله البتاع اختفى. طب هنا ايه المشكلة؟ ان هنا وحش قوي يا جدعان، هنا وحش يعني. حتى تعال نبص كده، تعال نبص 10% اللاعب ال 107 بنسبة 10% وحش قوي. فانا بقول بلاش نفتح هنا، واصلا ما بتتباعش فاهم، اللعيبة اصلا ما بتتباعش. اوبا كورتوا فينيسيوس كورتوا بنزيما كاسيميرو. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. وهنا ال 108 هنا عاملة ايه؟ عاملة قلق. ال 108 هنا عاملة قلق والله العظيم عاملة قلق. بس تعالى احنا نفتح على قدنا باكا 106 ان شاء الله يطلع لنا لاعب كام؟ لاعب 108 يا جدعان. ان شاء الله لاعب 108. يلا. مصر. فرنسا. جي كي لوريس. ماجنان. الحلا حظ امبارح فين؟ يا فيفا. الحظ امبارح بتاع انا امبارح ختمت الحظ يا جدعان، انا امبارح فعلا ختمت الحظ. يعني طب فين دلوقتي؟ طيب لسه احنا لسه الحظ فين؟ الحظ لسه موجود معانا يا جدعان، معانا 400 باكا يعني 10 فتحات. ان شاء الله الحظ موجود هنا، ممكن نلاقيه هنا. يلا يا جدعان لك روح بحظ اللايكات، حظ الناس الحلوه اللي تعمل لايك. يلا فرنسا خلاص يا فرنسا. اس تي مين؟ جيرو. والله افتكرت بنزيما تاني ال 109. والله افتكرت بنزيما تاني ال 109. ماشي ماشي يا جيرو. جيرو فاجئني بصراحة بصراحة يعني فاجئني. بيقول تنتهي فترة الراحة خلال 10. ايه ده راحت ايه؟ الو راحت ايه؟ احنا ولا في راحة ولا بالراحة خالص مفيش. بس كده والله بس كده. طب يلا بينا يلا يا جدعان
بحظ اي حد هيقول، واللي يقول لك ابو عادل انت قول له ده لسه في باكات كتير عندها لك روح. ماشي خلصان، ماشي تمام. نديها واحده كمان. يا خرابي انت فتره راحت يا شباب. الو فيفا راحت ايه؟ احنا ولا في راحه ولا بالراحه، بس مش كده. ماشي تمام. ناخد فترة راحة، استراحة يا جدعان، في فترة بريك كده ما بين كل باكة وباكة تقريبا هيطلعوا لنا، وين يطلعوا لنا دروجبا تقريبا، فاهم؟ فبيدونا راحة، الله أعلم. ما تفتح يابا، ما تفتح. الله يا جدعان، ومن الآخر أبو عادل بيقدم، كمل أنت تحت في الكومنتات ولك روح بحظك، وحظ اللي هيكمل بقى. أيوه، أيوه. أوبا، أوبا، كوليبالي، ولا مين؟ تشيلسي، مين يا جدعان؟ السين تاني؟ يعني انت مصمم تاني؟ يا ربنا، يعني كفاية كفاية بأمانة والله العظيم كفاية. ما تقولش ايوه كده فترة الراحة خلصت يا جدعان، ولك روح بحظ اخواتي اللي هيعملوا كومنتات يا جدعان. يلا ماشي، ده الحظ شكله ايه؟ طنط ندى ادتنا عين ايه؟ عسل والله العظيم. بحظ اخواتي اللي هيعملوا اشتراك في القناه. يلا بينا. استنى على الشاي بالله. يلا. ماشي خلصان. ايه يا طنط ندى؟ انت قلت عايزين ناخد حظ ابو عم، مش كده والله يعني. الو الحظ فين؟ ايه طبعا يا جدعان، عامله فيديو ضرب نار تفتح باكات، اكتب بس كده في سيرش اليوتيوب ناديه تي في. او اكتب طنط ندى فيفا او ندى في اي حاجه هتجيلك القناه يا حبيب قلب اخوك. وبسم الله ما شاء الله، يعني الحظ يعني انا يا ريتني ما جيت فتحت. الو طب بحظ انا بقى، دي بحظ انا فيفا، بحظ انا حظ ابو عادل كسب. ماشي بحظ فيفا اكيد طبعا، في هيبقى في تطبيل لبعض فاهم. بحظ فيفا، بحظ اي اي سبورت اتس ان جيم، حظ فيفا ارجنتين، فيفا استي مارتينيز، اوكي فيفا ثانك يو. انا مش جاي هنا تاني والله، يعني اخر فتحه يا جدعان، اخر فتحه ناقصنا 1000 وناخد ونفتح الباكه انت فاهم، ناقصنا 1000 ويلا بينا. ايوه هو ده الامل بقى، هي دي الامل. مودريتش ال ام مي توتنهام، ماشي بريزيتش تمام والله العظيم تمام، ولا كسبنا اي فاهم يعني، يعني مش هتكلم والله مش هك... وكاكا كمان بقى بيتجاب، كاكا بقى بيتباع يا جدعان، يعني دلوقتي اقدر ابيع بيرلو وفييرا وكاكا واستشكوف، يعني يا جدعان يعني قلق، وبنزيما كمان يعملوا كام؟ سما بيع كارلوس بيقول بيتباع حلو قوي، بيقول بيتباع يا جدعان، والواد ماجن وجيمس بيتباع، تعالوا نبيع جيمس شكله هيتباع برضه، ومين تاني الواد ماجن ده تعالوا نشوفه بيتباع، لا مش هيتباع. طب ونكونكو نخنوخ مش هيتباع، طب ويسين مش هيتباع، طب الواد بايت، طيب الواد بايت ممكن يتباع، فاحنا نعرضه يا جدعان للبيع تمام، ممكن الله اعلم يجي له وقت وحد يشتريه، ممكن يجي وقت يا جدعان وحد يشتريه مننا، فبرضه احنا لازم نبص لنص الكوبايه الفاضي والمليان برضه فاهم، اي ملايين كده تجمعها يابا، تجمع ملايينك وبنزيما تمام، وميليتاو اقل سعر ليه ب 26 مليون اعتقد يا جدعان، اعتقد ان احنا لو دخلنا على المقايضه دي ودخلنا على مقايضه ال 110 ان احنا نقدر نحطه، ايوه نقدر نحطه هنا، بس هل هنكسب لاعب حلو؟ انت محتاج 6 لعيبه من ميليتاو، التلاته في 6 ب 18 يعني 180 مليون، اعلى لاعب هنا ب 170 مليون مولر، وفي مودريتش وفان دايك، بس انت طبعا مستحيل تكسبه فاهم، انت طبعا مستحيل تكسبه، بس ماشي يلا يا جدعان خش على مقاعدة ال 106
خلصنا لاعبين. يلا يابا جبنا اللاعبين. انا عايز اشوف ابو صلاح، عايزين نشوف ابو صلاح. لا تروح وحظ كل اخواتي بقى يا جدعان، حظ كلكم. فرنسا البي هرنانديز 107، حلو قوي حلو قوي. تعال يا تعال يا هرنانديز تعال كده. جالنا 15 مليون، حلوين 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 والله العظيم. يعني ماشي، انا مش هقول وحش، انا مش هقول وحش. اوبا وصل عدد الطلبات. طلبات ايه؟ انا عارض خم... يا خرابي ايه اللي انا عارضه ده كله يا جدعان؟ ايه ده هرنانديز؟ انا عارضه اصلا تمام. انا بقول لك جدعان نشيل بوتريجينو، انا بقول نشيل بوتريجينو تمام، ونعرض ايه؟ نعرض هرنانديز. ايوه ونرجع نكمل. ولا انا معايا اصلا ولا مش معايا؟ معايا كتير، بس انا عايز اجرب بنزيما يا جدعان بصراحه، انا عايز اجرب بنزيما. طب ما نجرب بنزيما، نحط ايه بنزيما مكان كانتونا، بس طبعا من هيبقى من غير تدريب، فاحنا مش هينفع نخش بيه قدام حد. فتعالوا نجربه يا جدعان في التدريب، تعالوا نجربه في التدريب. عايز اجرب المهارات بتاعته والخفه بتاعته والكلام ده كله. طب هو دلوقتي واخد معززات مهاره، بس واخد معززات مهاره، مش واخد لا فاهم تدريب، بس حلو المعززات المهاره برضه حلوه مش قليله يابا. ده 19 معزز ولا 18 فاهم. بنزيما ادي الكره لبنزيما كده، هو مش خفيف قوي بصراحه فاهم، هو من اللعيبه الثقيله ده مبدئيا يعني. والشوطه بتاعته كذلك اعتقد محتاج تدريب فاهم، اعتقد محتاج تدريب. تعال نجرب الارتو بتاعته، هي الشوطه بتاعته قويه، فالارتو مش هيبقى كويس فاهم. بس في لعيبه زي جارينشا كده الشوطه بتاعتهم جامده والارتو بتاعهم نار. شوف الارتو بتاعهم يعني، انا بقول لك يا جدعان ما يتسابش في التشكيله بصراحه يعني. بصراحه 500 مليون احنا اولى بيهم، والله العظيم احنا اولى بال 500 مليون دول. تعالوا نجرب كام الجنب التاني. انا مغريين يا جدعان، 500 يا جدعان يا جدعان مغريين والله. تعالوا كده في نص الجول. لا يا جدعان ما ينفعش خالص، ما ينفعش. بنزيما ما لا يصلح اصلا بصراحه، ما يصلحش ان هو يبقى ويكون في التشكيله بتاعتي. هو مش تقليلا ولا حاجه، بس يا اسطى مش نفس اللاعب اللي انا يعني مش انت فاهمني، مش نفس الطاقات، مش نفس اللاعب اللي انا اللي انا محتاجه في الملعب يعني. ممكن احتاج كانتونا غشيم يعني، ممكن احتاج كانتونا اكتر منه بصراحه. شوف كابل معززات المهاره، قوة التسديد 173، عشان كده التقويس بتاعه، لو اصلا التقويس 119 فاهم يعني، التقويس ضايع ده مش هتعمل بيه ارتو اصلا يعني. وسرعة الركض 141، الانهاء 166، والرشاقة ضايع. عشان كده قلت لك فاهم، مش اللاعب الخفيف اللي انت فاهم كده. الرشاقة عنده 128، المراوغة 136 يعني. والله يعني زي ما قلت لك، هو عليك من انه 112 واستوفايم وافضل لاعب في العالم، بس يا جدعان يعني كانتونا غشيم بصراحه، كانتونا غشيم غشيم قوي كمان، مش هقول لك غشيم بس كانتونا غشيم يعني. لو انت ايه ده الو في ثانيه كده، مين اللي محتاج يتطور؟ بلينجام كتير يا بلينج، كتير يا اسطى كتير والله، 5 مليون كتير. فاحنا يا جدعان نروح ايه، نعرف بنزيما للبيع 503، حلوين قوي بيع وصل برضه تاني. طب لما حد يتباع يا جدعان، لان بصراحه الطلبات يعني انا لو لغيت حد فيهم بصراحه انا هضيع. ف لما فاهم انت اكيد فاهم، لما حد فيهم يتباع يا جدعان نبيع بنزيما ونكملهم ان شاء الله، نكملهم مليار و100 مليون، وهنبيع بيرلو كمان برضه. ومش هقول لك مع السلامه، انت كده كده شفت الفيديو الجاي باذن الله وبيس.